يحصلوا على شيء ما في التفاوض، ولكن قد يفعلها، وهو في الحقيقة في تقديري أمر شبه واقع، لأنه الآن ثمة قصف شمال شرقي رفح موجود الآن، موجود وموجود في رقب رفح، نعم موجود في عدة أماكن من رفح. بالطبع ما كان يتكلم عنه الأخ أحمد هو بطبيعة الحال صحيح، المعابر لا تغلق دائما ولا تفتح دائما، وتفتح للأغراض التي كان يتحدث عنها هو أحمد. صحيح هو صحيح، لكن فما 11 ألف جريح منعوا نعرف من المرور، نعرف يعني حالات خاصة جدا يلزم تعاون كبير برشا. شوف هذه المسألة معقدة جدا، لأنه تسريب الناس بمعنى التهجير هذا أمر أيضا خطير، ويمكن أن يدفع العدو نحو هذا الاتجاه، ويمكن أن يصنع أيضا نوع من الجرحى ونوع من المحتاجين إلى السفر، وهو يقوم بذلك، يعرف ماذا يفعل حتى يحشد مجموعة من البشر تحاول الخروج إلى خير. المهم في هذا أن يفتح على أن لا يكون للتهجير، هذا موجود وهذا صعب. آخر شيء، إذا ذهب نتنياهو أكثر ما يمكن في قصف رفح، فنحن سوف نكون أمام عدوان على مصر، وأمام إعلان حرب، سيكون بمثابة إعلان الحرب على مصر، وسيكون بمثابة فسخ لاتفاقية معسكر داود أو كامب ديفيد في الجانب اللي يتعلق بالترتيبات الأمنية في تلك المنطقة. واضح. هزيتنا بالجملة الأخيرة، نمشي للسيد العميد توفيق ديدي. إذا أعلنت رسميا الكيان المحتل ضرب رفح، فهو عدوان عسكري مش على رفح فقط لكن على مصر كذلك سيد العميد. هو فعلا هي رفح هذه يلزمها حصة كاملة حسب رأيي أنا، لكن 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 باش نحاول نختزلها. أنا باش نقول اللي رفح باش تكون الامتحان الحقيقي أمام الأمريكان، وهنا الأمريكان باش نشوفوا النظرية من يحكم من اليوم، باش نشوفوا ترى بايدن يعطي في أوامر نتنياهو ولا اللوبي الصهيوني هو اللي قاعد يحرك في الأمور. وأنا من أول مرة قلت لكم راهو هذوما هل القيادة الأمريكية بكونغرسها وحكومتها راهم دوما في أيدي لوبي، هو اللي يقول له شو يعمل وش العكس. شنية الصورة؟ الصورة أنه اليوم القيادة الأمريكية وانتمشي معناها وراها عباد يسبوا ينعلوا واتهم بالدم، ولكن يعرفوا الهزيمة جاية، هزيمتهم السياسية جاية، ورغم هذا نشوفوا في ضعف موقفهم باش نعرفوا توا رفح ومش تحطهم، يا ترى فعلا عندهم تأثير على 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 الكيان الصهيوني ولا العكس. هذه النقطة الأولى. الامتحان الثاني للدول العربية دول الطوق، وأولها مصر. مصر اليوم في امتحان حقيقي، يعني من بعد 73 ما تحطتش فيه، كما قلت راهو القانون العسكري في العالم أجمع، أي دولة تتحرك أو تناور على الحدود فهو يعتبر من غير حد شيء يعتبر هجوم على الدولة هذيك، يعني حتى الدول المساهمة ليس على الحق أن تتحرك على الحدود، أنت الداخل برا مش حب عندك مشاكل، لكن لا تحرك لا تناور بقوتك على الحدود، لأن هذاك يعتبر بالضبط معناها مش استفزاز، يعتبر هجوم عليك. إذا باش نشوفوا تو مصر أمام الامتحان، باش ما قلنا برشا كلام وهاك على اليمين وعلى اليسار، تو نشوفوا مصر لا قدر الله صار هجوم على رفح ماذا ستفعل. وهنا خطير الأمر، لأن هي أكبر دولة عربية وكانت تعتبر نفسها من عام 48 هي حملت الراية، يعني القضية الفلسطينية، وقالت أن حاربنا من أجلها عديد المرات وتدمرنا في جرة. اليوم مصلحة مصر أنا أقولها على الملأ أنها تقف مع القضية، لأن هنا حتى وجودها هي بشوية مشكوك فيه، متعرف الجيش اليوم غير قادر أن يرد الفعل ويقف وقت حاجتي به، وحتى بالتأثير وبالحركة فقط. اليوم إذا كان ما تحركش أنا سأسحب سفيري من هالبلاد هذه نهائيا، لأني جتك فرصة اليوم باش نعرفوا شكون هي مصر. أنا إلى حد الآن من 4 أشهر ما قلت حتى موقف صارم، لكن اليوم الامتحان الحقيقي هو باش يحدد شكون هي مصر وشكون القيادة المصرية وش معناها كلمة المصلحة، يعني مصلحة مصر العليا باش نشوفها. ما أنا أقول لك مصلحة مصر العليا أنه تقف الإبادة اليوم اللي قاعدة تصير، لأنه هذا باش يعكس عليها لعشرات السنين لو تركت الأمور تصير. هذه اثنين. الأردن كيف الأردن اتهامات ربي الكل صارت عليه اليوم يا أخويا، مدام وراء وانت وجودك باش يولي على المحك،
هذا كان باش تخلي الامور الاباده تصير. وشعبك انت، شعبك انت الاغلبيه الساحق نتاعو فلسطينيين، عارف روحك مش، لانه هذا باش يهزك الى اشياء ربما لا يحمد عقبه، اشياء خطيره. اذا شفت الامتحان، والامتحان الرابع الاخير للكيان المغتصب، باش نشوفوه يا ترى، يا ترى بالحق قاعد يناور، يا ترى ما حقق حتى شيء بعد اربع اشهر وما بقى له حتى شيء. راهو نقول لكم، راهو طبيب، طبيب بعث لكم واحد نتاعو، طبيب راجع فرنسي، راجع من غزه، قال راهو الاسرائيليين انهزموا، واعطاه علاش، واضح الامور، دياغنوستيك واضح، وقال راي الاباده باش تقعد، وراي باش تقعد وصمه عار على مجتمع على جبين المجتمع الدولي كل. وهذه الدوله ستصبح دوله منبوذه، وقال فقدت روحها. واضح. جاي معز علي في اطار المجتمع الدولي، وحتى الصحافه الامريكيه كيف كتبت ان نتنياهو يتحدى العالم اليوم عندما يتحدث عن اجتياح مصر، اجتياح رفح، سامحوني لابسوس ريفيلاتور بالسوري. سيد العميد توفيق ديدي، مصر لوحت